السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر لمادة إلوي. هنستكمل كده مع بعض يا سنة تانية. النهاردة إن شاء الله الدرس الثاني في الوحدة الأولى وهو الحركة الموجية. طبعا اتكلمنا بالتفصيل عن الحركة الاهتزازية، النهاردة بقى هناخد كده الحركة الموجية، وهما الاتنين يعتبروا مثال للحركة الدورية. إن شاء الله بإذن الله هنكون بعد نهاية الدرس دوت إن شاء الله قادرين إن إحنا نصنف الموجات تبعا لاتجاه انتشار، وهنعرف يعني إيه اتجاه انتشار الموجات. الحاجة التانية هنقدر برضو نقارن ما بين الموجات الطولية والموجات المستعرضة، هنعرف مع بعض يعني إيه موجات طولية وبتتكون من إيه، ويعني إيه موجات مستعرضة وبرضو بتتكون من إيه، وهنشوف الاتنين إيه المقارنة بينهم. آخر حاجة إن شاء الله هنصنف الموجات دي تبعا لقدرتها على الانتشار ونقل الطاقة، برضو دي بنصنفها نوعين من الأمواج هنعرفهم بالتفصيل إن شاء الله. نبدأ كده مع بعض. إحنا أول اللي عندنا يا سنة تانية وبنسمع كلمة موجة بنفتكر على طول زي ما إحنا شايفين قدامنا كده موجة البحر، تمام؟ بس عندنا في الحركة الموجية ما عندناش يعني موجة بحر بس، لا ده احنا عندنا ممكن تكون موجة صوت، ممكن تكون موجة ضوء، ممكن تكون موجة راديو. الموجات دي كلها اسمها موجة مش موجة المية بس. طب تعالوا كده نعمل تجربة زي ما احنا شايفينها قدامنا كده، زي الأطفال كده ما بيرموا الطوبة أو أي حاجة بيرموها في المية. احنا نشوف مع بعض كده شكل المية بيبقى عامل ازاي، بتعمل زي دوائر كده ليها مركز في النص وبتتحرك الدوائر دي كده. يعني احنا دلوقتي لو اصطدمت قطرة ماء بسطح ماء ساكن، الماء ده ساكن خالص وجه عليه نقطة مية أو أي شيء اتحدر فيه، ايه اللي هيحصل؟ أول حاجة سنة تانية بيحصل حاجة اسمها اضطراب. يعني ايه اضطراب؟ يعني المية ما بقتش ساكنة، المية حصل فيها اضطراب، اتهزت، شكلها اتغير. يبقى أول حاجة عندنا بيحدث اضطراب. بينتقل منين الاضطراب دوت؟ بينتقل من نقطة لتانية على سطح المية، وبينتقل أفقيا زي ما احنا شايفينه قدامنا كده. يبقى الاضطراب دوت لما يجي قطرة ماء على ماء ساكن تاني بيحصل اضطراب، والاضطراب دوت بينتقل أفقيا فين؟ من على سطح المية، وبتظهر على شكل دوائر حوالين مركز واحد بيبقى زي الشكل اللي قدامنا ده. يعني لو جه قال لي كده ماذا يحدث عند اصطدام قطرة ماء بسطح ماء ساخن؟ ايه اللي بيحصل السنة تانية؟ زي ما احنا قلنا كده هيحصل اضطراب افقيا، هينتقل من نقطة إلى أخرى على سطح الماء، وبيظهر على شكل دوائر متحدة المركز تعرف بالحركة الموجية، وهي دي اللي هنتكلم عنها النهاردة اللي هي الحركة الموجية. نعرف معلومة كده إن الحركة الموجية ديت هي مثال للحركة الدورية، إن إحنا الحصة اللي فاتت قلنا الوحدة بتاعتنا اسمها الحركة الدورية، وهنقسمها لحاجتين اللي هما حركة موجية وحركة اهتزازية هنتكلم عليهم، أما الحركة الدائرية فمش هنتكلم عليها السنة دي إن شاء الله. طب عشان نفهم أكتر يعني إيه موجة، والموجة دي يعني يا ترى فيها طاقة، هل بتنقل الطاقة من مكان لمكان تاني؟ تعالوا كده نعمل مع بعض تجربة بتوضح لي ايه هي الموجة اصلا وازاي الموجة بتنقل الطاقة من مكان لمكان تاني. احنا عندنا كده الضمم كلنا عارفين، تمام؟ ساعات كده بنلعب لعبة بنيجي ان احنا نرص ايه الضمم دي كده، تمام، ونيجي عند اول ضمم زي ما احنا شايفينها كده نوقعها على الباقي. ايه اللي بيحصل؟ ان الضمن الاولى بتقع وبعدين بتوقع الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا لحد ما كله بيقع. بس اللي احنا هنلاحظه يا سنه تانيه انه هي بتقع فين؟ في مكانها، مش بتتحرك مثلا يمين او شمال او بتتحرك لقدام وبعدين تقع، لا ده هي في مكانها وبيحصل لها ايه؟ ان هي بتهتز في مكانها، يعني بتقع كده في مكانها. تمام، يبقى انا اول حاجه كده هحط عندي قطع الدومينو على هيئة صف زي ما احنا شايفينه كده، والمسافة بينهم هتكون متساوية بالظبط، وهندفع أول دومينو هنخبطه كده باتجاه الباقي كله. ايه اللي هيحصل عندنا؟
هنلاحظ ايه؟ زي ما قلنا كده هيحصل حاجة اسمها اضطراب. يعني ايه كلمة اضطراب؟ يعني كلهم هيقعوا، بيحصل لخبطة، اضطراب. تمام؟ الاضطراب ده هيحصل هيعمل ايه؟ هيتسبب ان هو يسقط باقي قطع الدبر كلها. تمام؟ زي ما قلنا دلوقتي مش هتغير مكانها، لكن هي تعمل ايه؟ اضطراب، هيأثر على باقي الدومينو كلها وتقع، وكل واحدة هتقع ايه؟ مكانها. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ ليه حصل الاضطراب ده والدومينو وقعت وفي مكانها؟ لو جينا كده شفنا الدومينو الأولانية عندي بتسقط، دي فيها طاقة، أخدت طاقة، الزقة اللي أنا اديتها للدومينو دي انتقلت الطاقة مني، اديتها طاقة فبقت فيها طاقة، لما وقعت نقلت الطاقة منها للي بعدها، وهكذا، واللي بعدها نقلت الطاقة هنا، ونقلت الطاقة هنا، لحد فين؟ لحد آخر واحد. يبقى أنا عندي قطعة الدومينو دي لما سقطت نقلت الطاقة اللي هي طاقة الحركة دي للقطع الأخرى دون أن تغير إيه؟ مواضعها. ونخلي بالنا قوي إن هي ما بتغيرش مكانها، لكن هي بتعمل إيه؟ بتنقل الطاقة من واحدة للتانية اللي هي طاقة الحركة. تمام؟ فعشان كده بيحصل اضطراب في الدومينو ده وكلهم يقعوا. اللي نستنتجه بقى من هنا إيه يا سنة تانية؟ الموجة دي عبارة عن اضطراب، زي ما احنا جينا قلنا لو سقطت قطرة ماء على ماء ساكن هتعمل اضطراب. يعني ايه اضطراب؟ يعني لخبطة في شكل الحاجة. الدومينو لما جت وقعت عملت اضطراب فأدت إلى سقوط باقي الدومينو كله، بس من غير ما تتغير من مكانها. تمام؟ يبقى الاضطراب ده بيحصل ليه؟ عشان ينقل الطاقة من الأولى للتانية ومن التانية للتالتة وهكذا، بينقل مين؟ الطاقة. وبيمشيها ازاي؟ أنا دلوقتي دفعت الدومينو دي في الاتجاه ده، فإيه اللي هيحصل؟ الطاقة عندي هتمشي في الاتجاه ده، يعني هتمشي للدومينو اللي بعدها كده في نفس الاتجاه اللي أنا زقتها فيه. يبقى الاضطراب ده هيحصل وهينقل الطاقة في اتجاه انتشار الايه؟ الموجة اللي قدامي، أو الاضطراب اللي كان موجود. نطلع بقى كده بمعلومة هنا، إن كلمة الموجة دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن اضطراب ينتقل ويقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشارها. يبقى اضطراب بيحصل وهينقل طاقة الحركة دي من أول دومينو لحد الآخر خالص، الاتجاه اللي أنا زقيت الدومينو فيه أو دفعتها فيه. في مثال برضه سنة تانية بيوضح إن أنا عندي الموجة أو الاضطراب اللي عندي ده بيحصل وبينقل الطاقة، بس الحاجة ما بتتنقلش من مكانها. إزاي؟ زي البندول اللي عندي ده، بندول نيوتن. بصوا كده، أنا لو حركت الكرة الأولانية تمام؟ دفعتها، إيه اللي هيحصل؟ هتخبط في التانية، وبعدين التانية هتخبط في التالتة، وبعدين التالتة هتخبط في الرابعة، فالرابعة يحصل لها إيه؟ اللي بعدها يحصل لها ايه؟ تبعد عن مكانها كده، شايفين؟ طب يا ترى لما انا خبطتهم هنا هما ليه دول ما اتحركوش؟ ليه الثانيه والثالثه والرابعه ما اتحركتش ليه؟ عشان انا دلوقتي خبطت الكره اهي، الاولى خبطت خدت طاقه من ايدي، تمام؟ اتنقلت الطاقه للثانيه وبعدين الثالثه وهكذا. هنلاقي بس ان الكره الاخيره بس هي اللي بتتحرك، لكن التانية والتالتة والرابعة دول ما اتحركوش. ليه؟ هنقول لأن اللي أنا عملته ده عمل اضطراب. الاضطراب ده حصل إيه؟ نقل الطاقة من أول واحدة للتانية، من التانية للتالتة، ومن التالتة للرابعة. خلاص؟ دول نقلوا الطاقة وما اتحركوش من مكانهم. عرفنا إزاي إن هي اتنقلت؟ إن آخر واحدة عندي اتحركت. تمام؟ يبقى الموجة عندي عبارة عن اضطراب بيقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشارها. دي أول حاجة عندنا اللي هي الموجة. طب احنا دلوقتي الدرس بتاعنا بيتكلم عن الحركة الموجية. طب احنا عايزين نعمل تجربة كده عشان نعرف أصلا يعني ايه حركة موجية. احنا خلاص عرفنا يعني ايه موجة.
ده عبارة عن اضطراب بيحصل بينقل الطاقة من مكان للتاني. ماشي، طب الحركة الموجية نفسها دي عبارة عن ايه؟ عشان نعرف بقى يعني ايه حركة موجية هنعمل مع بعض النشاط ده. تعالوا كده نشوف هنستخدم ايه. اول حاجة هجيب انبوبة زجاجية زي ما احنا شايفينها كده قدامنا، مفتوحة من الطرفين، تمام، وهنجيب شمعة وهنجيب عود بخور وهنشعله وهنجيب شوكة رنانة. طبعا كلنا خلاص عرفنا شكل الشوكة الرنانة ايه. ماشي، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنعمل ايه؟ اول حاجة هنثبت الانبوبة زي ما احنا شايفينها كده، هنوقفها او نمسكها بايدينا، وهنجيب ايه ناحية من هنا هنحط قصادها الشمعة، تمام، والناحية التانية هنحط فيها عود البخور. طب احنا بنعمل ده كله ليه؟ عشان نشوف هل يا ترى لما انا اعمل حركة كده جنب عود البخور ده او اتكلم او اجيب شكر ان انا مثلا واتركها في اي حاجة وبعدين نقربها من عود البخور. طبعا احنا عارفين الشوكة الرنانة دي بتتهز كده، كل فرع فيها بيتهز يمين وشمال، بالدليل على كده ايه اللي هيحصل. طب انا هعرف ازاي ان الشوكة الرنانة دي بتتهز؟ هنيجي نحط الشوكة الرنانة كده جنب مين؟ البخور، والطرف التاني الشمع. هلاحظ كده بعد ما حطيت الشوكة الرنانة بعد ما حصل لها اهتزاز، هلاحظ ان لهب الشمعة نفسه سنة تانية بيحصل له ايه؟ بيتحرك يمين وشمال. معناها ايه؟ معناها ان الشوكة الرنانة دي عملت اهتزاز، والاهتزاز دوت بصوا كده انتقل من فوهة الأنبوبة دي، انتقل لفوهة الأنبوبة التانية بدليل ان هو حرك لهب الشمعة، تمام؟ ماشي. طب وهو جاي الجزيئات دي، البخور ده جه للناحية التانية، عشان قلت هنا عندي جزيئات بتاعت الهواء بتهتز بتحرك لي لهب الشمعة، معناها بقى ان جزيئات الهواء دي اتحركت من هنا ووصلت لحد الشمعة. طب انا هثبت ازاي بقى ان جزيئات الهواء دي ما اتحركتش، هي بس عملت اهتزاز للهب بتاع الشمعة؟ هنجيب عود البخور ده ونحطه هنا كده. لو الدخان بتاع عود البخور انتقل للفوهة التانية، معناها ان الجزيئات دي بتتحرك من مكانها تروح للطرف التاني. احنا جينا شفنا كده لقينا ان الشمعة اللهب بتاعها بيتحرك مع ان الدخان اللي هنا ده ما وصلش من الناحية التانية. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجزيئات بتاعت الدخان دوت بتهتز مكانها، فعملت اهتزاز لجزيئات الهواء بس هي نفسها ما اتحركتش من مكانها، تمام. عندي هلاحظ اهتزاز لهب الشمعة يمينا ويسارا، وعدم ظهور دخان عود البخور من الطرف الاخر للانبوبة زي ما احنا شايفين كده. بصوا دي الصوت اللي بينتج عن الشوكة الرنانة بيبقى على الجنبين يمين وشمال. الاستنتاج اللي احنا هنستنتجه جاي من خلال ايه؟ من خلال ان عند اهتزاز الشوكة الرنانة زي ما قلنا دلوقتي بتهتز جزيئات الهواء داخل الانبوبة، وتقوم بنقل الطاقة الصوتية اللي هو الصوت بتاع مين؟ الشوكة الرنانة اللي صدرته من فوهة الانبوبة للناحية التانية لهب الشمع. لكن جزيئات الهواء دي او دقائق الوسط بنسميها مش هتنتقل من مكانها، ولكنها هتقوم بنقل الطاقة الصوتية إلى لهب مين؟ الشمع. أهم حاجة عندي سنة تانية إن إحنا نعرف إن جزيئات الهواء ما بتتحركش من مكانها أو ما بتتنقلش من مكانها، بس هي بيحصل لها إيه؟ بتقوم بنقل الطاقة، بدليل إن هي حركت إيه؟ لهب الشمع بدون إن إيه؟ الدخان دوت يجي لفوهة الأنبوبة التانية. اللي احنا هنستنتجه من اللي احنا عملناه دوت ان انا عندي خط انتشار موجة صوتية، يعني لو انا عندي كده حاجة ليها صوت، تمام، اما بوصل لودني بيحصل عبارة عن موجة صوتية. موجة صوتية دي ان جزيئات الهواء بتهتز لحد ما احنا نبدأ نسمع الموجة الصوتية دي ايه ودني. فده بيبين لي كده ان في حاجة اسمها خط انتشار الموجة. ايه خط انتشار الموجة دوت؟ لو انا عندي زي اللي احنا شايفينه ده الاتجاه اللي بتصير فيه الموجه دي، الموجه الصوتيه ماشيه في الاتجاه ده، عشان كده بنقول ده
خط انتشار الموجة، الاتجاه اللي بتمشي فيه الموجة سواء يمين أو شمال. تمام، يبقى دوت عندي خط انتشار الموجة. ايه تاني؟ احنا عرفنا يعني ايه حركة موجية. احنا لسه قايلين من شوية سنة تانية ان الحركة الموجية دي نوع من انواع الحركة الدورية، عشان كده بنقول ان الحركة الموجية دي عبارة عن حركة دورية. بس يا ترى هي جاية منين؟ الحركة دي جت منين؟ ناشئة عن اهتزاز دقائق الوسط أو جزيئات الوسط في لحظة ما وباتجاه معين، زي ما احنا شفناها كده من الشوكة الرنانة للهب الشمع. فدي عبارة عن اهتزاز جزيئات الهواء في لحظة معينة وباتجاه معين. يبقى اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي، عرفنا يعني ايه موجة والاضطراب الذي ينتقل ويقوم بنقل الطاقة، عرفنا خط انتشار الموجة هو الاتجاه اللي بتسير فيه الموجة، الحركة الموجية دي عبارة عن حركة دورية بتنشأ عن اهتزاز جزيئات الوسط في لحظة ما وباتجاه معين. تعالوا كده اديكم كده سؤال، نشوف يا ترى تآكل الشواطئ بفعل امواج الماء ليه؟ احنا كده ساعات بنشوف موجة البحر كل مرة بتندفع على الشط فتعمل ايه؟ تآكل، حتى لو في صخور او اي حاجة بتبدأ ايه مع الوقت كده يحصل لها تآكل. طب ليه بيحصل تآكل بفعل امواج المية؟ هنقول امواج المية ديت وهي ماشيه كده، يعني انا مثلا عندي ده مثلا يا سنه تانيه ده الشط اهو، تمام، الموجه جايه من جوه اهي، دي موجه ايه؟ البحر. تمام، بتيجي ايه على الشط، اتجاهها ماشي ازاي؟ ماشيه كده، يبقى ده اتجاه انتشار مين؟ الموجه. بتصطدم في مين؟ في الشاطئ عندي. كل مره بتمشي الموجه دي من جوه جايه بقوه جدا، من جوه خالص كده في البحر جايه بقوه لفين؟ لشاطئ البحر، فبتصطدم بالشاطئ دوت بقوة مما يؤدي إلى تآكل الشاطئ. تمام، يبقى تآكل الشواطئ عندنا يا سنة تانية بفعل أمواج الماء. أمواج المية دي هتقوم بنقل الطاقة في اتجاه الانتشار اللي هي ماشية فيه من داخل البحر لحد الشاطئ، فتصطدم بالشاطئ بقوة مما يؤدي لتآكل الشاطئ. تمام كده، ده بالنسبة للحركة الموجية وخط انتشار الموجة والموجة نفسها. طب تعالوا كده، فدام في موجة يبقى أنا هقسم الموجة دي لأنواع، بس هقسمها تبعا لإيه؟ أنا عندي الموجات هقسمها تبع لحاجتين اتنين. أول حاجة عندي اللي هي بسميها اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بالنسبة لاتجاه انتشار الموجة. طبعا احنا عرفنا يعني ايه اتجاه انتشار الموجة، الاتجاه اللي بتمشي فيه الموجة، واهتزاز دقائق الوسط اللي هي اهتزاز ايه الجزيئات، سواء مثلا كان جزيئات الهواء او اي حاجة عندنا دلوقتي هنتكلم عنها، او جزيئات السائل اللي هي المية. تمام، الحاجة التانية ان انا ممكن هقسم الموجات دي على حسب قدرة الموجة على الانتشار ونقل الطاقة، ودي خدتوها كده شوية في سنة اولى وهنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل. يبقى هنعمل تصنيف لانواع الموجات، اول حاجة حسب اهتزاز جزيئات الوسط بالنسبة لاتجاه انتشار الموجة، وهتبقى ديت من خلال موجة بنسميها موجة مستعرضة وموجة طولية، هناخدهم دلوقتي بالتفصيل. أما التانية دي فهي قدرة الموجة على الانتشار ونقل الطاقة، دي بتبقى ما بين الموجة الميكانيكية والموجة الكهرومغناطيسية، وهنعرف يعني إيه موجة ميكانيكية وموجة كهرومغناطيسية وهنقارن بينهم إن شاء الله. نبدأ كده مع بعض، ناخد في الأول كده اللي هي اهتزاز جزيئات الوسط بالنسبة لاتجاه انتشار الموجة. احنا الاول كده هنعمل مع بعض كده نشاط عشان نعرف منه ايه هي الموجة المستعرضة وايه الفرق ما بينها وما بين الموجة الطولية. هنجيب مع بعض كده ملف حلزوني، فاكرينه اللي احنا جبناه اللي هو الزنبرجي. تمام، وهنبدأ ان احنا نمسكه من الطرف ده كده، هنثبته من الطرف ده، والطرف التاني هنمسكه بايدينا، بس هنحاول ان احنا نحركه زي ما انتم شايفينه كده سنة تانية. بصوا عامل زي الموجة، كأنك ماسكة حبل وبت ايه وبترفعيه فوق وتحت. يبقى عندي هنا كده اتجاهه فين؟ الاتجاه ماشي كده، انت بتحركيه اهو ماشي في الاتجاه ده من ايدك لحد المكان اللي هو مربوط فيه. ده كده انتشار مين؟ الحلقات بتاعتي، اللي هو اتجاه انتشار الموجة اللي انا عاملاها دي. تمام،
طب يا ترى الجزيئات بتتحرك ازاي؟ هو ده الاتجاه بتاعه، بس هو بيطلع ايه؟ لما باجي احركه كده وارفعه لفوق ولتحت، هيبقى بصوا الاتجاه بتاعه عامل ازاي؟ مرة يطلع فوق ومرة ينزل تحت، مرة يطلع ومرة ينزل، ده الاتجاه الاهتزاز بتاع جزيئات الجزيئات بتاعته، مرة تطلع ومرة ايه؟ تنزل، لكن هو اصلا ماشي فين اتجاهه؟ اهو جهة اليمين كده. تمام. لو انا جبت نفس الملف الزنبرك ده بس عملته بالشكل ده، جبته اهو، بس بدأت ان انا بدل ما ارفعه فوق وتحت، لا ده انا بدأت ايه، مرة اخليه يضغط ومرة يفرد، يعني مرة افرده ومرة اضغطه، فلقيت فيه اماكن كده، بص السوستة دي بعيد عن بعض ازاي، كده كده الاتجاه بتاعه فين، الاتجاه بتاعه كده كده من ايدي لمين، للمكان اللي هو مربوط فيه زيه زي اللي فوق، لكن هل اتحرك فوق وتحت؟ لا ده بص اتحرك ايه، يمين وشمال اهو، مرة اتفرد ومرة اتضغط، مرة اتفرد ومرة اتضغط، الفردة دي بنسميها تخلخل، ولما بيتضغط مع بعضه كده بنسميها تضغط، يبقى السلك ده مرة يعمل حاجة اسمها تخلخل ومرة حاجة اسمها تضغط، مرة حاجة اسمها تخلخل ومرة حاجة اسمها تضغط وهكذا. تمام. ده لو انا شديته يمين وشمال، اما بص لو عملته فوق وتحت هلاقي حتة عاملة كأنها ايه، قمة الموجة، وتحت كأنها ايه، قاع نازلة تحت قاع البحر اهي، يبقى في قمة خلاص وفي ايه، قاع. يبقى اول حركة عندي انا حركت الشكل الاولاني ده بحيث ان هو عمل لي قمة وايه، وقاع، اما حركت الشكل التاني ده حصل لي حاجة اسمها تضاغط وتخلل. تمام. في الرسمة الاولى يا سنة تانية لقيت ان ايه، بصوا كده الاتجاه كده صح، لكن الحركة فوق وتحت. لو انا جيت اشوف الاتجاه ده، بص هما الاتنين مالهم، عمودي، يعني انا هنا عندي في الرسمة اللي قدامي دي اتجاه انتشار الحلقات مالها، بتكون عمودي على اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط. تمام. حاجة تانية بقى، اللي هنا عندي اتجاه انتشار الحلقات ماشية كده، وفي نفس الوقت برضو ان الاتجاه التاني عندي بتاع اهتزاز جزيئات الوسط بتتهز يمين وشمال اللي هي كده، هما الاتنين اتجاههم ايه؟ هيكونوا ايه؟ في نفس الاتجاه. يبقى انا دلوقتي كده هشوف اول رسم عندي، هلاقي ان اتجاه انتشار الحلقات دي بيكون عمودي على اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط، اما في الرسمه الثانيه اللي انا شفتها دي بيكون اتجاه انتشار الحلقات في نفس اتجاه اهتزاز جزيئات ايه، الوسط. يعني احنا هنا ممكن نطلع بمعلومه ان اثناء انتشار الموجه لا تنتقل دقائق الوسط اللي احنا لسه قايلينها، يعني دول ما بينتقلوش من مكانهم، بس هم بيهتزوا مكانهم، يعني ايه، هي هنا بتطلع وتنزل وهي في مكانها، هنا بتضغط وتتفرد وهي في مكانها برضو حوالين موضع السكون، زي ما كنا كده بناخد الزنبرك ممكن يطلع لأسفل أو الأعلى، وممكن يمين وشمال حوالين موضع مين، السكون. رقم اتنين، إن أنا عندي لما بتهتز الجزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة، بصوا كده بتبقى الموجة دي بنسميها موجة مستعرضة. يبقى أنا عندي دلوقتي الموجة المستعرضة عبارة عن إيه؟ بتهتز فيها دقائق الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة. تمام. طب تعالوا كده نشوف التانية، المعلومة اللي بعد كده عندي، لما بتهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة دي بنسميها موجة طولية، يبقى أنا عندي دي الموجة دي اسمها موجة إيه؟ طولية. تمام. يبقى أنا لو جيت أعرف الموجة المستعرضة هقول الموجة المستعرضة دي بتهتز فيها جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة، أما الموجة الطولية فهي تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة. نخلي بالنا من التعريفين دول يا سنة تانية،
يبقى انا كده عرفت يعني ايه موجه مستعرضه ويعني ايه موجه ايه طوليه. طب لو انا جيت قلت لكم كده، الموجه المستعرضه دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من قمه وقاع. طب انا لو جمعتهم قمم وقيعان، يبقى الموجه المستعرضه بتتكون من قمم وقيعان، اما الموجه الطوليه من تضغطات وتخلخلات. تمام، يبقى انا عرفت يعني ايه موجه مستعرضه ويعني ايه موجه طوليه، وايه علاقتهم هما الاثنين بانتشار او باتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بالنسبه لاتجاه انتشار الموجه. هناخد كده دلوقتي مقارنه ما بين الموجه المستعرضه والموجه الطوليه. زي ما احنا عرفنا دلوقتي الموجه المستعرضه تهتز فيها جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجه. اما الموجه الطوليه احنا قلنا اي موجه اسمها اضطراب، عشان كده بنقول اضطراب تهتز فيه جزيئات الوسط بس هنا ايه في نفس اتجاه انتشار الموجه مش عمودي. الموجه المستعرضه عندي بتتكون من قمم وقيعان، اما الموجه الطوليه بتتكون من تضغطات وتخلخلات. هنشوف كده زي ما احنا شفنا دلوقتي، بدل من قمم وقيعان بنبقى الشكل عندي كده قمه وقاع، اما الثانيه بتتكون من تضغطات وتخلخلات. ده كده المقارنه ما بين الموجه المستعرضه والموجه الطوليه. اهم حاجه بس نعرف ان انا عندي اثناء انتشار الموجه لا تنتقل جزيئات الوسط من مكانها ولكنها تهتز حول موضع السكون، يعني جزيئات الوسط عندي هنا الموجه هنا ما بتتحركش من مكانها، هي بتنقل الطاقه من جوه لحد بره. زي ما قلنا كده بيتاكل الشواطئ ليه؟ لانها بتنقل الطاقه بقوه من داخل للخارج، لكن الموجه نفسها بتهتز في ايه؟ في مكانها الاعلى والاسفل. نفس الحكايه في التضغطات والتخلخلات. يبقى جزيئات الوسط عندي ما بتنتقلش من مكانها ولكنها تهتز حول موضع السكون. طب تعالوا بقى نعرف يعني ايه قمة وقاع ويعني ايه تضغط وتخلخل. طبعا القمة لو انا رسمت كده ده بنسميه موضع السكون او موضع الاتزان، موضع السكون او موضع الاتزان. تمام، انا لو رسمت الموجة هتمشي كده، الموجة مين؟ مستعرضة. تمام، انا دلوقتي عندي دي قمة ودي قاع. بالنسبة للقمة دي اعلى مكان بالنسبة لموضع مين؟ الاتزان، لكن القاع اقل مكان عندي بالنسبة لموضع الاتزان. يبقى انا لو جيت قلت كده القمة هي اعلى نقطة بالنسبة لموضع الاتزان ولازم اقول له دي في الموجة المستعرضة عشان يبقى عارف ان انا عارف ان القمة دي من مكونات الموجة المستعرضة. والقاع نفس الحكاية، هو اقل نقطة بالنسبة لموضع الاتزان في الموجة المستعرضة بقى. اما التضغط والتخلخل، التضغط ده يعني ايه؟ يعني المنطقة اللي بيزداد فيها الضغط، بنلاقيهم كده مقربين من بعض كده بيضغطوا على بعض، يبقى دي المنطقة اللي بيزداد فيها ايه؟ ضغط الموجة مين؟ الطولية. اما التخلخل بقى مش هيزيد فيها الضغط، ده هيعمل ايه؟ هيقل فيها الضغط بالنسبة للموجة ايه؟ الطولية، فهلاقي ان هما ايه؟ بعيد عن بعض كده تخلخل. تمام؟ يبقى احنا كده نعرف يعني ايه قمة وقاع ويعني ايه تضغط وتخلخل. نيجي بقى ناخد المعلومة دي عندنا، لو احنا رسمنا كده موجة مستعرضة ورسمت تاني موجة طولية، قلنا التضغط اهو. تمام، وبعدين حصل تخلخل، وبعدين هيحصل تضاغط وهكذا وبعدين تخلخل. فانا عندي كل قمه في الموجه المستعرضه بيقابلها تضاغط في الموجه الطوليه. طب لو كان قاع بيقابله مين؟ التخلخل. يبقى انا عندي القمه في الموجه المستعرضه هيقابلها تضغط في الموجة الطولية، أما القاع في الموجة المستعرضة هيقابله تخلخل في الموجة الطولية. ودي نخلي بالنا منها لأنها ساعات بتيجي في سؤال أكمل، يقول لي القمة في الموجة المستعرضة بيقابلها مين في الموجة الطولية؟ يبقى تضغط، والقاع هيقابله
دخلت. في عندي نوع تاني بقى اللي هو الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية، اللي احنا قلنا ان هي بتتقسم من حيث قدرة الموجة على الانتشار ونقل الطاقة لموجات عندي ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية. قبل ما اتكلم عنها كده هنوضحها، بس لو انا عندي البرق والرعد، البرق ده سنة تانية عبارة عن ايه؟ ضوء، مش احنا بنشوف البرق؟ الضوء اللي بيخرج كده قبل ما نسمع صوت الرعد، والرعد ده عبارة عن ايه؟ عن صوت. نفتكر كده لما كان بيبقى فيه برق ورعد والجو مطر، كنا بيحصل ايه؟ المفروض ان البرق والرعد طالعين من نفس المكان وبنفس الوقت، تمام؟ بس احنا بنيجي هنا على الارض نشوف ضوء البرق الاول، نشوف خط كده في السماء نور، وبعد فترة كده بيبدأ يظهر ايه؟ الرعد. ده دليل على ايه؟ ده دليل بدل هما من نفس المكان وده ظهر الاول، معناها ان البرق ماله؟ اسرع، تمام؟ يبقى البرق عندي بيكون اسرع من الصوت. ده بقى يدل على ايه؟ ان الضوء اسرع من الصوت، تمام. هقول ان الضوء ده عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، طب والصوت موجات ميكانيكية. طب انا لو جيت دلوقتي قلنا بقى هيبقى مين الاسرع؟ هل الموجات الكهرومغناطيسية ولا الموجات الميكانيكية؟ ده الموجات الكهرومغناطيسية زي الضوء، والضوء هو اللي أسرع، يبقى الموجات الكهرومغناطيسية دي هتبقى أسرع من مين؟ من الموجات الميكانيكية. عشان كده بنقول الموجات الميكانيكية سرعتها بتكون إيه؟ أقل من الموجات الكهرومغناطيسية. أما الموجات الكهرومغناطيسية بيكون سرعتها إيه؟ أعلى من الميكانيكية، تمام؟ عشان كده سنة تانية كان بيجي لنا كتير كده سؤال في سنة أولى يقول لي نرى البرق قبل سماع صوت الرعد. ليه؟ ليه احنا بنشوف البرق دوت قبل ما بنسمع صوت الرعد؟ تمام، عشان البرق عندي ده عبارة عن موجات ايه؟ موجات كهرومغناطيسية، والموجات الكهرومغناطيسية عندي مفروض ان هي اسرع من الموجات مين؟ الميكانيكية. فيقول لي كده، هنقول له البرق من الموجات الكهرومغناطيسية، بينما الصوت اللي هو الرعد ده من الموجات الميكانيكية، وانتشار الموجات الكهرومغناطيسية بيكون أكبر بكتير من الموجات مين؟ الميكانيكية. عشان كده نرى البرق قبل ما بنسمع صوت الرعد، دي أول حاجة. طب تعالوا كده ناخد حاجة تاني، احنا عندنا ضوء الشمس، صح؟ ضوء الشمس، واحنا قاعدين في الأرض كده، مش المفروض إن الشمس دي في الفضاء؟ تمام؟ واحنا عندنا كوكب الأرض أهو، مفروض عندنا غلاف جوي، والغلاف الجوي ده مفروض إن هو فيه إيه؟ الغازات بتاعتنا، بدليل إن احنا بنسمع أصوات بعض. ليه؟ عشان فيه هواء، الهواء دوت هو اللي بيوصل الموجات الصوتية اللي طالعة مني للشخص التاني عشان يسمع. طب هل الفراغ ده اللي هو الفضاء ده كده فضاء اللي بنسميه فراغ، مفيش هوا، بدليل ان اللي بيطلع على الفضاء ما بيسمعوش اصوات بعض. ليه؟ عشان مفيش هوا، تمام. طب احنا دلوقتي موجودين على الارض بس ضوء الشمس بيوصل لنا، يعني ضوء الشمس بيطلع من الشمس، تمام، بيمشي فين؟ في الفضاء اهو، ويجي لحد كوكب الأرض جوه. هل أثر عليه إن هو الحتة دي ما فيهاش صوت، ما فيهاش هواء؟ لا، الضوء انتقل عندي في الفراغ عادي، مش في الفراغ، ومشي برضو عندي في الكوكب هنا في ضوء الشمس أهو اللي هو موجود فيه إيه؟ هواء. يبقى الضوء دوت اللي هي الموجات الكهرومغناطيسية ممكن تمشي في الفراغ، تنتقل في الفراغ، وممكن تنتقل في وسط مادي اللي هو الهواء أو المية، تمام كده؟ تعالوا بقى نشوف الصوت. مفروض إن فيه على الشمس صوت إيه؟ الانفجارات الشمسية، تمام. هل وإحنا قاعدين على سطح الأرض هنا بنسمع صوت الانفجارات الشمسية اللي موجودة؟ لا، ليه؟ عشان توصل صوت
السور بتاع الانفجارات اللي فوق دي لازم يكون في وسط مادي. الوسط المادي ده عشان نسمع صوت مين؟ الانفجارات اللي موجودة. فأنا عندي دلوقتي الصوت مش هيوصل. ليه؟ لأن الصوت ما بينتقلش في الفراغ. مين بس اللي بينتقل في الفراغ؟ الضوء. عشان كده الموجات الميكانيكية دي بتحتاج لوسط مادي، لازم تحتاج لهواء، تمام، لانتقالها زي موجات الصوت وموجات المية. لكن الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي، بدليل ان هي انتقلت خلال مين؟ الفراغ، زي الضوء. او عندنا مثلا ممكن يكون الموجات، عندي الضوء، الرادار، الراديو، كل دي موجات كهرومغناطيسية. يبقى انا دلوقتي عشان اقارن ما بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية اعرف اقول ان الموجات الميكانيكية بتحتاج لوسط مادي لتنتقل خلاله، اما الكهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي لانها بتنتقل في الفراغ. المثال على كده عندي هنا الماء والصوت، اما الكهرومغناطيسية الضوء، وعرفنا مين فيهم اسرع. بس الموجات الميكانيكية ديت ما دام فيها صوت وضوء يبقى فيها ايه؟ موجات طولية وموجات مستعرضة. احنا لسه واخدين دلوقتي الموجة الطولية زي صوت الازاز بتاع الشوكة الرنانة، فبالنسبة لي الموجة الطولية زي الصوت، والموجة المستعرضة زي مين؟ زي المية. أما الموجات الكهرومغناطيسية بيكون كلها مستعرضة. يعني لو أنا كده جيت قلت لك الصوت عبارة عن موجات إيه؟ هتقولي لي موجات ميكانيكية طولية. طب لو قلنا الصوت ده ليه بنقول عليه موجات ميكانيكية طولية؟ أقول هو موجات ميكانيكية لأنه يحتاج لوسط مادي ينتقل خلاله، طولية عشان هو بيتكون من تضغطات وتخلخلات. نفس الحكاية المية، ليه المية موجات ميكانيكية مستعرضة؟ هقول ميكانيكية لأنها تحتاج لوسط مادي، مستعرضة لأنها بتتكون من قمم واقعية. تمام كده يا سنة تانية؟ هناخد كده معانا ملخص الدرس. احنا اتكلمنا عن الموجة والحركة الموجية، وعرفنا يعني ايه الموجة، وقلنا الموجة دي هي الاضطراب اللي بينتقل فيه مين؟ الموجة. أما الحركة الموجية دي عبارة عن حركة دورية بتهتز فيها دقائق الوسط في لحظة ما وباتجاه معين. تمام، خدنا برضو بعد كده قارنا ما بين الموجات على حسب اتجاه اهتزاز جزيئات الوسط بالنسبة لاتجاه انتشار الموجة، لموجات عندي مستعرضة وموجات طولية. وقلنا الموجات المستعرضة دي زي الماء، أما الموجات الطولية بتكون زي الصوت. وعرفنا ان الموجة المستعرضة بتتكون من القمم والقيعان، اما الموجة الطولية عندي بتتكون من التضغطات والتخلخلات. خدنا برضو في الموجات ان هي بقسمها من حيث قدرتها على الانتشار ونقل الطاقة في الفراغ لموجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية. وعرفنا ان الموجات الميكانيكية دي سرعتها اقل بكتير من الموجات الكهرومغناطيسية، وكمان الموجات الميكانيكية فيها موجات طولية زي الصوت ومستعرضة زي الماء، أما الموجات الكهرومغناطيسية فهي عبارة عن موجات مستعرضة فقط. كده ده بالنسبة لنا يا ثانية عبارة عن الجزء الأول إن شاء الله من إيه؟ من الدرس التاني. إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هنستكمل النص التاني وهناخد فيه المسائل. وتعتبر المسائل بتاعت اللي هو الجزء الثاني دوت في الحركة الموجية نفس بالظبط المسائل بتاعت الحركة الاهتزازية، سواء من ساعة الاهتزاز أو التردد أو الزمن الدوري، هنزود عليها حاجة بسيطة بس كده، لكن هما الاثنين يعتبروا نفس القوانين. أتمنى لكم التوفيق سنة تانية. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معاكم من سبيتا من محافظة مطلع.